أني عايزة الدواء ضروري، لازم أنا أتعالج وأرجع منار، وأفتكر بقى كل الملايين اللي عندي دي راحت فين. بس أمان عليك يا جدع، ما تجيبليش سيرة الدكاترة، أنا أصلي بنخافوا منهم قوي. خلاص مش هنجيب دكاترة يا حبيبتي، مش هنجيب دكاترة. أنا أكيد هلاقي في الفيلا بتاعتك الأدوية اللي كنت بتاخديها. الفيلا بتاعتي؟ طب لو رحت هناك بقى هاتلي شوية غيارات كده وعلبة الصيغة بتاعتي. صيغة؟ لا لا إيه؟ لا ما هو لا مش هينفع كده. في ايه طيب؟ انت لازم تسيبني اتكلم براحتي لحد ما اتعالج. تمام تمام اتكلمي براحتي خالص يا حبيبتي، انا مش هعمل كومنت على اي حاجه. خلاص خلاص انا هحاول ادخل الفيلا لان النيابه متحفظه عليها وقافلاها من ساعه القضيه. ايه؟ هي الحكومه ممكن تاخدها؟ لا ما تخافيش الحكومه مش هتاخدها، هو بس لغايه ما التحقيق يخلص وهيسيبوا الفيلا. نور انا لازم انزل دلوقتي عشان هند ما تشكش في حاجه. ماشي ساعه بالظبط وهرجع لك. انت ممكن بقى تريحي في الساعه دي كده، تدخلي اوضتك تاخدي شاور لغايه اما انا وحسام نيجي نتعشى مع بعض. اوكي يلا. ايه؟ ايوه بس انا نخافوا نقعدوا هنا لوحدي. تخافي؟ انت ما كانش بيحلالك القعده هنا غير لوحدك. منار ده بيتنا اللي اتولدنا وتربينا فيه، ما فيش اي خوف. تمام انت بقى ممكن تخش تراعي لغايه اما اجي. ماشي اصحى. طيب انا هساعدك بقى وادخلك. ايدك يا جدع على الطنيطة. اصلاني انا يعني انا بنحب نجروها لوحدي. تمام جريها. طب اشيل الشنطه دي ولا تحبي تمسكيها؟ لا شيلها. طيب اتفضلي. انا نفسي افهم انت في الفتره الاخيره دي كنت بتروح اسكندريه ليه؟ وايه حكايه البنت الاسكندرانيه اللي انت كنت بتعطفي عليها دي؟ وربنا ده اني محتاجه اللي يعطف عليا. غريبه، امال ايه اللي كان بيقوله زياد ده؟ والله ما انا عارفه، انت بس سيبني هنا كده لوحدي واني هبقى كويسه وزي الفل. مين دي؟ سلامتك يا منار. دي ماما. ماما دي ماما بجد.